واحد يقول رجاء محبة، جاوب على هذا السؤال لأني أرسلت لقداستك أكثر من مرة ولم ترد عليه. بيقول: ما شروط الزواج البتولي وما هي النتيجة؟ أنا في الحقيقة أتشكك في هذا النوع. يعني واحد هيتجوز واحدة وهما الاثنين يعيشوا في بيت واحد وفي أوضة واحدة ويناموا على فراش واحد، ما يضمنش يقدر يستمر في فكرة البتولية أو لا. إن ورأيي هو الآتي: لا تنذر، خلي بالك من العبارة، لا تنذر انك تكون بتول في الزواج. ممكن تقول يا رب ساعدني ابقى كذا، لكن ما تنذرش، لانك لو ما قدرتش وكسرت القاعدة دي هيقعد ضميرك تعبك. وما دام عايز تعيش بدون مؤاشرة زوجية تتجوز ليه؟